أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، اللي بنحاول فيه إن احنا نفهم ونستوعب ونطور ونعدل ونطور أسلوبنا وطريقتنا في التعامل مع الكيانات الصغيرة، أبنائنا اللي بنحاول إنهم يبقوا كيانات كبيرة تبقى في المستقبل مستقبل أمة كاملة هتقوم على أكتافهم. وبالتالي لابد من الوصول إلى ما يعرف بالسلامة النفسية، لابد من الوصول إلى نفوس مستقرة مطمئنة هادئة واعدة، نفوس ما بيبقاش عندها حجم كلاكيع داخلية تلتفت إليها عن الإنجازات اللي المفترض إنها تملى الدنيا بيها. ما يطلع ليش أولاد ثقتهم بذاتهم ضعيفة وثقتهم بإمكانياتهم أضعف، ما يطلع ليش ولد يبقى مش قادر يتوافق اجتماعيا وقدرته على التوافق الاجتماعي ضعيف وقدرته على التفاعل مع الآخر شبه معدومة، ما يطلع ليش واحد كل أماله وطموحاته ان يكسب باقل جهد واقل تكلفه ممكنه، ما يطلعليش واحد مش قادر يتحمل حتى مسؤوليه ذاته ونفسه، نهيك على انه المفروض يتحمل مسؤوليات من حوله، ما يطلعليش شاب فاقد الامان وبيبحث عن الامان في اي مكان، او بنت فقد الامان وبتبحث عن الامان في اي مكان لفقدها داخل البيوت. يعني الهدف إن نصل بالأب والأم البيولوجيين اللي خلفوا أولاد إلى أن يصبحوا مربي، والمربي بيبقى له سمات. اتكلمنا على 4 سمات المرة اللي فاتت، وهنكمل بقية السمات اللي المفترض نتحلى بيها كآباء وأمهات. فكرة بقى ان الكلام اللي انا بقوله صعب تطبيقه نتيجة للظروف اللي بنمر بيها ونتيجة للضغوط اللي علينا خارجيا وداخليا، فكرة ان احنا نقول ان الكلام ده كلام تلفزيونات وخلاص والسلام، كلمة ان ابني ما ينفعش معاه غير اني اسكعه قلمين او اضربه شلوتين او ان انا ابستفه واهزقه هو ده اللي هيصلح حاله، فكرة ان انا استسهل فأتعصب فأتنرفز فيبقى طالع صوتي عمال على بطال في كل صغيرة وكل كبيرة، فكرة ان انا اتجاهل الجيد اللي بيعمله ابني وبتدخل فقط في الوقت اللي يكون فيه سلبيات من ابني، ما اصبحش ده اب وام عاوزين او محتاجين طموح. احنا لازم يبقى عندنا طموح في ذاتنا وطموح في أولادنا، وطالما أنا عندي طموح في ذاتي يبقى لازم أدرب نفسي وعدل نفسي وطور نفسي، وإذا كنت عندي طموح في أولادي يبقى لازم أجد الأساليب السليمة اللي أستخدم بيها ابني بشكل جيد عشان يوصل للهدف اللي مرجو ليه. عشان كده اتكلمنا أول ما اتكلمنا إن أحد سمات المربي دايما وجود النوايا وتحديد الأهداف، وقلت النية لوحدها لا تكفي، لازم يكون معاها العامل التاني المهم اللي هو الأسلوب، إن يبقى أسلوبي تربوي أسلوبي سليم. والأسلوب السليم مش معناه اللي تعلمته من أبويا وأمي، أبويا وأمي لهم مطلق الاحترام والتقدير، يظلوا بشر بيتعاملوا مع بشري. سماتي أنا كأب وأم ممكن تختلف عن سمات ابني، فما ينفعش الأساليب اللي كانت بتستخدم زمان معايا
وربتني وحسنتني ووصلتني للي انا فيه دلوقتي، مع ابني اللي ممكن يكون مختلف عني في الحساسية، في الاستقبال، في التحفيز، في رؤيته، في اهدافه، في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه اللي متغير. الحاجة الاهم، دايما بنقول على نفسنا ان احنا تمام كأب وام، وبنتكلم دايما ان احنا كنا بالنظرة بنتلم، بزعل امي وابي بنتلم، لكن لو دورنا جوانا كأب وام هنلاقي مشاكل كتيرة وكلاكع كتيرة وسلبيات كتيرة اتسطرت بكوني اب كبير محدش هيعدل عليا، او اتسطرت لان ربنا حليم ستار. لكن في النهاية الاسلوب لازم نتميز باسلوب سليم وسوي في التعامل مع الاولاد بشكل جيد عشان نوصل للاهداف ونوايانا تصلح لهذا الامر. النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، اتكلمنا على ان لازم يكون عندي قدرة على المرونة، ان انا اكون مرن، ان الاسلوب ده اتبعته مرة واتنين وما نفعش مع ابني، قعدت اصوت وصرخ في وشه طول النهار ومش نافع، ضربت مش نافع، حرمت مش نافع، ممكن التحفيز، ممكن كلمة، ممكن صحوبية، ممكن تحفيز بغيره. اتبع، يعني احنا مش قرآن يتلى، احنا مش ربانيين، احنا بنحتمل الخطأ كآباء وكأمهات، يبقى اعدل سلوكي واعدل اسلوبي، ما تبقاش دماغي الناشفة هو كده ويبقى البني آدم غريب وكأنه يوم ما يعرف الصح وهو أخطأ. مش عيب انك تخطئ، لكن العيب انك تستمرئ الخطأ ده ودماغك تبقى ناشفة وهو كده. واذا كان عاجب، اباء وامهات بيجي يشتكي الاولاد منهم طول السنين، مش مصاحبنا، مش بيتكلموا معانا، مش بيعرفوا احنا محتاجين ايه واحنا عاوزين ايه واحنا راغبين في ايه. الاساليب لازم تتغير. في بعض اوقات الاولاد يجي يقولوا ان ماما ما بتطلعش صوتها غير في السلبيات، اما الايجابيات فمش موجوده، بتوصل لنا رسائل سلبيه ان احنا وحشين، بتحسسنا بالذنب مع كل خطا من الاخطاء وبنكبر على كده، عشان كده كبرت وانا بشعر بالذنب، وده شيء غلط. النقطه الرابعه اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، المحاسبه، ان احنا نحاسب نفسنا ونقف مع نفسنا ونعاتب نفسنا، بس ما نستغرقش في الشعور بالذنب. نعاتب نفسنا ان احنا اخطانا، طب نصلح، طب نعدل. والاولاد يمكن تغيير وتبديل وتعديل اي سلوك احنا اخطانا فيه في اي وقت من الاوقات، يمكن تداركه طالما النوايا موجوده والاسلوب السليم موجود والاستمراريه موجوده والجديه موجوده. دول كانوا الاربع نقط اللي اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت. ناخد اول اتصال في الحلقه قبل ما نتكلم في باقي الموضوع. ام يوسف اتفضلي. وعليكم. وعليكم السلام. حضرتك يا دكتور، انا عندي يوسف 13 سنه. ايوه. ماشي في ال 14 يعني كده. عنده سكر من هو عنده 6 سنين تقريبا. فهو بعديها السنه اللي فاتت شهر 3 اللي فاتت جاله كهرباء، جاله تشنجات، يعني طلع عنده بورتين في المخ. ايوه. فهو بقى من ساعتها، يعني هو الاول السكر كنا ماشيين مظبطين شويه والدنيا حلوه، يعني كان ماشي شويه. الوقتي بقى من ساعه ما جاله موضوع الكهرباء ده تحول 100 درجه، يعني بقى شخصيه تانية خالص. ايوه. وبقى نادي جدا وعنيف وكل حاجه، يعني مش قادره اقول لحضرتك، بل لدرجه ان انا لو زعلته مره راح داخل حرق نفسه، مسك سكينه او مفكه حاجه يعني على النار وحرق ايده، ماشي، عشان ان هو افتكر ان انا زعلت منه. يعني التغيرات دي جديده يعني؟ من ساعة ما جات له الكهرباء اللي هو الصرع. وهو مش بدأ علاجه؟ لا، هو خد علاج من ساعتها، عملت له اللي هو رسم المخ، رسم المخ، وعملت له اللي هو المغناطيس اللي هو الرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي عملت له الحمد لله، هو الإشعة طلع فيها بورتين في المخ. طيب، فهو بدأ علاجه؟ دباكين 200 بياخده الصبح وبالليل. ماشي ماشي. والفيتامينات اللي هي بتاعت الأعصاب وكده.
طيب مش حضرتك هو الوقت ولا انسولين منتظم فيه ولا برشامه منتظم فيها عند انت يا ابني مش خايف على نفسك؟ مش خايف على نفسك يعني في عدم انتظام على العلاج كمان. كمان يعني عارفه اللي هو يعني انا كنت الاول مثلا بمشي معاه افكره والكلام ده كله، لا بعد كده دلوقتي بقت لا مش عايز، انا مش عايز، مش عايز اكل، مش عايز اخد. انا بقول له مثلا، بيقول لي انا عايز اخرج، قلت له مش هينفع يا يوسف، لازم اكون حد معاك وكده، عايز يخرج بعيد زي اصحابه في العيد والكلام ده. لا انت، انا زي، انا غير الناس، بقول له انت العيال كلها قاعده يعني، كل اخواته ولاد عمه كلهم قاعدين يعني، ما حدش خرج. لا انا غير الناس، انا غير الناس. قلت له ازاي غير الناس؟ انت كويس يا يوسف، ما فيكش حاجه ما شاء الله، هو كمان متفوق يعني، هو يعني هو ربنا مديله ميزه ان هو يعني متفوق، دماغه كويسه يعني. انت احسن، انت كويس، انت احسن من اي حد، انت لو انت مشيت كويس تبقى احسن من اي حد. ما بيقتنعش بالكلام ده خالص يا دكتور، خالص. ايوه دلوقتي بقى عنيف وبيتكلم بطريقه وحشه وبيشوح. طب مش هتاكل الاكل ده؟ لو الاكل مش عاجبه مش هاكل، ومش هاخد انسولين، مش هاخد البرشامه. فمش عارف حضرتك اعمل ايه، تعبت بجد، وبقى عصبي جدا، طبعا وبقى يتعامل مع اخواته بعنف، بعنف شويه، مش عارف اعمل ايه. حاضر حاضر، هقول لحضرتك. شكرا قوي. حاضر لحضرتك. حاضر. ام حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. أنا عندي حمزة ابني 4 سنين وشهرين. وكنت أنا بلاحظ فيه إن هو عنده صعوبات تعلم، يعني هو مثلا راح بيبي كلاس ولسه لحد. خطأتها، شكرا. طيب أما نيجي نتكلم مثلا في أم يوسف. ازاي اتعامل مع المشكلة اللي موجودة؟ طبعا تعامل ام يوسف ده بيخش في موضوع مهم، الامراض المزمنة مع الاطفال. وبالقطع بيبقى بايخ جدا ان الطفل يفضل يتعود على ان يبقى فيه محاذير وبيبقى فيه علاجات، وهو طبعا طالما جوفينايل دايابيتس او السكر الصغير يبقى لازم هياخد انسولين وخلاص، تبقى مسألة حياتية موجودة عنده بشكل او باخر. الأهم عندي إن أنا ما حسس الولد إن عنده منطقة ضعف ذاتية عن غيره، وبالتالي ما زدش اهتمامي بيه عن أقرانه وعن إخواته وعن المحيطين، اهتمامي فقط بالمتابعة الطبية ليه بشكل أو بآخر. السكر ساعات يخلي فيه حدة شوية في تركيبة شخصية الطفل، ويخلي فيه بعض العند اللي موجود، فنلاحظ النقطة دي. لكن لو لاحظ ابني ان في قدر من الاهتمام نتيجة لإصابتي بمرض من الأمراض، لازم اخد بالي قوي ان مش هينفع الاسلوب والطريقة اللي بنتعامل بيها مع الولد اما يصبح صاحب مرض مزمن. ودي بنشوفها كتير، وكأننا بنعوض ابننا عن قدر ربنا سبحانه وتعالى بشكل سلبي، فيطلع الابن شوية في حتة الدلع، ويطلع شوية شايف نفسه حبتين، ويطلع شوية شايف انه ممكن يضغط على المحيطين بعض الضغط اللي ممكن يولد موافقة على بعض الامور اللي موجودة. لازم وانا بتعامل مع يوسف لازم اتعامل معاه وانا فاهمة كل الكلام ده. الفكرة مش فكرة اسلوب قولهولي بالظبط اتعامل مع يوسف ازاي، لازم افهم واستوعب ان مجموعة الامراض اللي موجودة عند يوسف دي هتعمل تغيرات سلوكية حقيقية. وما نيجي نتكلم ان في كهرباء او في حالات صرع او في بؤرة صرعية موجودة، يبقى لازم في تغير سلوكي في الولد، فيصبح اكثر حدة، اكثر شراسة، اكثر عدم طاعة، أكثر عندا. وبالتالي أنا عندي السمات دي وليدة المشكلة الرئيسية اللي عندي دلوقتي اللي هي الكهرباء الزيادة. يبقى الأساليب العادية المتبعة داخل المنزل مش هتنفع معاه، لكن عدم انتظامه هي النقطة الأساسية اللي نروح لها بسرعة، وننبه الدكتور اللي بيعالجه ان في تغيرات نفسية حدثت مع التغيرات في الكهرباء اللي موجودة، لابد من اعطاء علاج ليها حتى يصبح اقل حدة واقل اندفاعا واقل عندا واقل ارتكابا للاخطاء اللي موجودة.
نهيك عن كده كمان اما تفهمي المشكله ككل، ان داخل في سن مراهقه 13 سنه وفيها اندفاعيه برضه وفيها عند برضه وفيها ردود وفي حط ايد في الوسط، يبقى انا عندي حاله مركبه عند يوسف مش هاخدها الا بطوله البال. دي واحد، دي اول حاجه طوله البال. الحاجه التانيه التحفيز. الحاجة الثالثة بلاش الأوامر المباشرة. الحاجة الرابعة نحرص على إعطاء الدواء بتاع الكهرباء زائد أدوية أخرى ستعطى ليوسف في الفترة دي عشان تخليه أقل حدة وأقل عند. يبقى الحل الرئيسي عند الطبيب بتاع موضوع يوسف عشان يبقى أقل ما يمكن. الأهم من ده كله نقطة أساسية، نفسية يوسف. يوسف مصاب بالسكر بقاله فترة من 6 سنين، وفي نفس الوقت أصيب بمرض تاني. نفسية الطفل بتحسسه بعدم الأمان وبتهز شخصيته حبتين. يبقى لازم يندمج الأستاذ يوسف اجتماعيا من غير خوف شوية عليه. نظبط جرعة الكهرباء بشكل جيد والأدوية الأخرى للسلوك العام بتاعه، وفي نفس الوقت أدمجه اجتماعيا لأن خوفي عليه الزيادة ده بيقابل بالرفض من عند يوسف عشان هو مراهق، وفي نفس الوقت رافض فكرة أن المرض يحده اجتماعيا عن أصدقائه والمحيطين بيه. نعرفه على أصدقاء، نخليه على تواصل مستمر، نرتبط بأصدقائه أكتر، نجيبهم في البيت بدل ما يخرجوا فترات طويلة، نعرف الأماكن اللي هيخرج ليها يوسف بشكل جيد، وبعد كده الأمور تمشي بشكل منتظم وبشكل نعم. في اتصال آخر، تفضل. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد. عندي محمد تانية ثانوي. بدأ إن هو قال لي هدخل علمي، دخل علمي، بعد كده بدأ إن هو ما يذاكرش. يعني بدأ الأول في الدراسة بدأ نشيط وبقى يذاكر وكله. حضرتك سامعني؟ لا مركز معاكي. طيب بدأ يذاكر وكويس والحمد لله في أول شهر. بعد كده بقى خلاص مفيش مذاكرة خالص. مفيش مذاكرة خالص. اتلم بقى على أصحاب بقى إن هما مثلا إيه عايز يلعب كورة وعايز يلعب كورة كتير، بدأ مثلا يغيب من الدروس. المعهد لا منتظم فيه بس بقى بدأ يغيب من الدروس. يروح يغيب من الدروس من ورايا ويقول ان هو بيروح ويروح يلعب كوره. كان الاول مثلا حاطط هدف مثلا ان هو يخش مثلا كليه هندسه الكترونيات وكده، لا دلوقتي ما فيش هدف، لا انا عاوز اخش اي كليه وخلاص، لا انا عاوز شويه عاوز العب كوره، لا انا عاوز اخرج من المدرسه، لا عاوز العب كوره، لا مش عارفه يعني ما فيش مش عارفه عايزه يعني عايزه ادخل في دماغه افهم اللي فيها ايه، مش عارفه إيه. المذاكره يوعدني ان هو هيروح يلعب ويرجع يذاكر، يروح يلعب وما يرجعش يذاكر. يعني عنده المذاكره ممكن يعني لو طلبت منه اي حاجه في البيت يعملها بس الا المذاكره. الا المذاكره. الا المذاكره. يعني من سنه ثانيه مثلا ابتدائي كده بدا ان هو مستواه يقل 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 لحد ما فيش اي مذاكره خالص، يعني بيذاكر لما طول ما انا قاعده فوق راسه ليله الامتحان ومسك كتاب وراجع معاه وكده يقعد يذاكر بس مع الملل بقى ان هو كل شويه عايز يقوم عايز يروح عايز يرجع. مش عارفه اعمل معاه ايه. متابع حضرتك بقى من فتره يعني وبحاول يعني ان انا اتبع الاساليب اللي حضرتك بتقول عليها بالتحفيز مره بحاجه قصاد حاجه مره كده بس برضه ما فيش. بابا فين من الموضوع ده؟ بابا عصبي وما بتحملش طوله، ما عندوش طوله بال وعنده دايما يذاكر، يا اما لما اقول له ذاكر يفتكر ان يعني بتحامل عليه فيقول له ايه ذاكر، طب اسمع كلام ماما، لا طب كده. وساعات بقى يبقى ايه التحفيز بتاعه بيجي بطريقه عكسيه، هو مثلا دايما ايه يلوم ويعني طريقته في التفاهم يعني ايه طريقه التحفيز بس بالنسبه للولد مش تحفيز. يعني التحفيز بطريقه عكسيه. يعني دايما انت مش شاطر، انت مش هتنجح، انت يعني الكلام ده. فدايما انا اقول له على خلاف معايا اقول له كده غلط، يعني دايما حفز وشجع،
يعني ما تخليش الكلام بتاعك ده يجيب نتيجة عكسية. المفروض فيقولي لا هو كده، لا ده هو دي طريقتي. يعني بالنسبة عندي ابن التاني برضو رايح ثالثة ابتدائي، ده بقى مشكلة لوحده. يعني ده راح حضانة يعني من أول الحضانة، راح حضانة شهر قعد مع معلمة كويسة ما شاء الله، كان من نشيط بيجي يعمل واجب لوحده وكويس، بيكتب وكل حاجة ويكتب ويعمل واجب سريع وما شاء الله كان ماشي الحمد لله. اتغيرت المعلمة، اتغير هو 180 درجة. المعلمة التانية جديدة بتضرب بتشخط بعصبية، فهو اتغير 180 درجة نهائي. بقى يجي لا مش عايز اروح الحضانة، مش عايز اكتب لحد دلوقتي ثالثة ابتدائي، لحد ان انا حتى مثلا اجي اديله حاجة في الاجازة الصيفية مثلا، يعني يقرأ في الكتاب مثلا، يحفظ قرآن هكذا، يقول لي لا انا في اجازة ومش عايز اعمل اي حاجة. يعني ينقل الجبل من مكانه وما يكتبش. المذاكرة نفس الكلام، في المذاكرة بيبقى برضه في المذاكرة تعبني جدا. يقعد على الكتاب بالعافية، تحفيز مش نافع، تهديد مش نافع، حرمان مش نافع. فمش عارفة أعمل إيه. حاضر يا أم محمد، حاضر حاضر، هحاول أرد على حضرتك. حاضر. هو برضو خلينا أما نيجي نفكر نفكر بشكل وإطار عام، ما نمسكش المشكلة من دلوقتي. محمد اتعود من الصغر على ان والدته فوق راسه، ما تعودش انه يعتمد على نفسه، ما تعودش انه يبقى ذاتي، واستسهلنا فكرة ان احنا نبقى فوق راس الاطفال. الحالة الوحيدة اللي بنطلب فيها ان الام تبقى فوق راس اولادها في المذاكرة حالات تشتت الانتباه وعدم الاستقرار المكاني. فلو محمد من النوع ده يبقى هيبقى في مشكلة دلوقتي في النواحي الدراسية انه يعتمد على نفسه ويقعد ويذاكر باستمرار. لكن انا عندي مشكلة من البداية ان ماما كانت دايما فوق راس محمد وهو بيذاكر، يبقى هترجعي اوتوماتيك لحد ما يخلص الثانويه العامه، وتبتدي لا اما تخليه يعتمد على نفسه اعتماد كلي ونقبل ان السنه دي النتائج تبقى للاسف نتائج سلبيه، لا اما تيجي حضرتك تبقي فوق راسه وتبتدي تذاكري معاه زي ما كنت بتذاكري قبل كده. دي نمره واحد. نمره رقم اتنين، احنا بنتكلم في برنامج، كنا بنتكلم في المربي، وما الاقي ان بابا بعيد عن الولد مش قريب منه يبقى مش هيقدر في السن ده يوصل معاه لاتفاق رجولي نقدر نعمل كذا ونسوي كذا في مقابل كذا. لكن ان انا اتفرغ لعملية اللوم فقط لا غير يبقى ما حلتش المشكلة. هو ابني فيه العبر من ناحية عدم انتظامه في المذاكرة، من ناحية اصحابه، من ناحية الخروج، من ناحية اللعب، من ناحية كذا، من ناحية كذا. واضح ان الولد ده الناحية المهنية عنده اعلى من الناحية الاكاديمية، فكان لازم يخش مسار غير الثانوية العامة، مسار فني. لكن قدر الله وما شاء فعل دخلناه في الثانوية العامة خلاص. يبقى لازم وجود بابا ولازم قعدات يدوب الجليد اللي موجود، ولازم يبقى فيه صحوبية من الأول، لأن مفيش الحل السحري لمحمد اللي هيخليه يذاكر النهاردة قبل بكرة. الحل هيبتدي بإن احنا نغير تركيبة العلاقة ما بين محمد وما بين بابا وماما. ما عنديش مانع تبقي فوق راس محمد، لكن بابا لازم يبقى قريب. بابا ما يكسرش مقاديف محمد. السن ده سن اللخبطة في الدروس والمذاكرة وعدم الاهتمام، والطبيعي ان احنا نبقى جنب ولادنا لان المجال بتاع الحياة بيشد الولاد في السن ده قوي. فلو الولد مش طالع خايف على مستقبله وعلى حياته وعلى هدفه، للأسف هنضطر نتعامل زي الاطفال الصغيرين، نبقى فوق راسه، بنتابعه في دروسه، بنجيب له دروسه في البيت بدل الدروس بره البيت، بنحاول نجيب له مجموعة من الصحبة افضل من اللي هو بيلعب معاه.
لكن من حق محمد انه يلعب، من حقه يلعب، من حقه يخرج، من حقه يخرج، من حقه يشوف نفسه شوية، من حقه يشوف نفسه شوية، بس اما يؤدي اللي عليه، اما يؤدي مذاكرته اللي عليه، اما يؤدي الواجب اللي عليه. الحاجة الاهم ان خلي المتابعات الدراسية مع المدرسين افضل من كونك متدخلة في كل صغيرة وكل كبيرة، لان كده محمد هياخد منك موقف، وبابا في نفس الوقت لسه ما قربش، يبقى هياخد موقف منكم انتوا الاتنين، يفتح الباب ويخرج بعد كده، ينزل العب له وبعد كده يرجع. مذاكرة لا، مش عاوز اذاكر، شغل انا عاوز اشتغل، مش محتاج ان انا اخد شهادة. فعشان يتلم موقف محمد يبقى لازم بابا يقرب، وبعقله وبمنطق وبإيمان ان ابني ممكن يبقى حاجة كويسة، وحط فيه العامل ده. الحاجة التانية تفضلي فوق راسه متابعاه بس من خلال المدرسين. الحاجة التالتة ان مفيش خروج ولا فسحة ولا مروح ولا لعب ولا مجي الا بعد ما تخلص وتأدي اللي عليك، ودي محتاجة سلطة ابوية لعدم خروجه من المنزل بشكل معين. والحاجة الرابعة، لو هو مشتت في الانتباه، مش ذكي بقى، هو ذكي انا بتكلم في تشتت الانتباه، ومش راكز حبتين، الثانوية العامة مش هتبقى الافضل بالنسبة له، التعليم الصناعي هيبقى الافضل بالنسبة له. فناخد بالنا من النقاط اللي موجودة دي. في نقطة مهمة اتكلمت فيها على ابنك الصغير، ان ابنك كانت المدرسة بتتعامل معاه باسلوب جيد، عشان كده كان حابب الناحية التعليمية، جات مدرسة بتشخط وتنطر، الولد حرن ما بقاش حابب. ودي نقطة بقولها، ان الاسلوب والمدخل للنواحي التعليمية بيفرق، اسلوب المدرس والمدرسة بيفرق. ممكن مدرسة تخلي الولد يحب المادة، وفي مدرسة تخلي الولد يكره المادة. المدرس ممكن يخلي الطفل يتفوق لعلاقته بينه وبين الولد، وممكن يخليه لا يتفوق لعلاقته بينه وبين الولد. الاسلوب بيختلف في النواحي التعليمية، لازم اجد واحط الولد ده في بيئة تحببه في الناحية التعليمية، لكن فكرة اقعد وهو كده وهو ده الدرس وهو ده التعليم وهو ده، هيكره نفسه واللي فيه واللي عليه، زي ما وصل في تالتة ابتدائي ان يرفض ده. وزي ما انا قلت ان دور بابا لازم يبتدي مع الطفل الصغير من دلوقتي، ويبتدي يحفزه ويبتدي يتكلم معاه ويكبره، ويحاول يبقى فيه قدر من المكافآت نتيجة للفعل الجيد، وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه جزء اللي بتالتة ابتدائي انه يلعب ويتنطط ويروح ويجي ويعمل. لكن الاهم لازم اهدف النواحي التعليمية، التعليم مش هيتم بالشد، التعليم مش هيتم بالعقاب، التعليم مش هيتم بغصب عن الولد، لا، المسألة محتاجة منا هدوء ونفكر، اصل المشكلة علاقته مع بابا، ولا اصل المشكلة في النواحي التعليمية اللي موجودة، ولا اصل المشكلة عدم متابعة المدرسين بشكل جيد. لكن السن بتاع محمد سن لعب فعلا وتنطيط ورغبة في انه يخرج ويروح، واصحابه وما بيذاكروش، وممكن صاحبه بيذاكر لكن بيرجع يلعب معاهم وبعد كده يرجع يذاكر، ممكن محمد مش ملتفت لمصلحته، مش هيجي بالكلام المباشر، مش هيجي بانك انت ذاكر عشان مصلحتك، هيجي بان احنا نحط عوائد جيدة بعد المذاكرة بشكل محدد. نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على سمات المربي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة تانية، وبنحاول نكون معاكم على اعتبار ان احنا العقول والقلوب تنفتح، وما نبقاش عاملين حواجز واحنا بنسمع الكلام، ونمرره على عقولنا ونحس بقلوبنا،
ونحدد موقفنا ونشوف إذا كان ده صح ولا غلط، محتاجين تطوير ولا مش محتاجين تطوير. ومعانا اتصال ناخده قبل ما نستكمل حلقتنا. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله، اتفضل. انا عندي رقية في الشهر الثامن، ولكن سلوكياتها يعني مش منتظمة في الفترة دي زي ما احنا عارفين من سمات الشهر الثامن. يعني هي مش بتتكلم بعض الكلمات، هي اكتر حاجة بتعملها ان هي بتعمل اصوات غريبة من بتلبلب من يعني ايه؟ لبلبات يعني بالضبط كده. تمام. ونومها يعني بتنام مثلا 5 دقايق وتصحى تصرخ من غير اي مبرر، يعني مش منتظمة خالص في النوم لا بالليل ولا بالنهار، ونومها خفيف جدا لدرجة غريبة، وما بتنامش غير وهي بترضع. ودي عادة، هي للأسف تعودت على كده. تمام. لا هو في الفترة الأخيرة دي خلال الأسبوعين الأخرين دول ما بتنامش غير كده، ولو صحت من النوم ما لقيتش والدتها جنبها عشان ترضعها مباشرة بتصرخ بطريقة صعبة جدا. ووالدتها تكاد ما بتنامش بسبب الموضوع ده، ما بتسيبهاش حتى تتحرك من جنبها، تعمل شغلة في المطبخ، تعمل حاجة في الشقة. لازم تفضل شايلاها باستمرار وهي بتعمل أي حاجة. فهي تعبها جدا بالليل والنهار، حتى ما هي أرهقت جدا مش عارفة تتعامل معاها. وأنا لما باجي تفضل متعلقة بيا، لما اجي الشغل تفضل متعلقة بيا طول ما والدتها بقى ايه مش حواليها. وفجأة خلاص ترفضني أنا تماما وعايزة بقى والدتها، مش عايزاها تتحرك من قدام عينيها. بدأت تزحف؟ لا لسه ما بدأتش تزحف، هي بتتحط في وضع الزحف بس ايه بعد دقيقتين تبدأ تصرخ بقى مش عايزة الوضع ده. عدلت ظهرها؟ نعم؟ عدلت ظهرها، خلاص ظهرها بقى مستقيم؟ بتعدلت ظهرها كويس، وبتتقلب من بطنها لظهرها ومن ظهرها لبطنها، بتتقلب يعني. كويس خالص. خدت كل تطعيماتها؟ خدت كل التطعيمات بتاعتها مظبوط. ولادتها كانت طبيعي؟ لا كان سري. اي سري كان السبب؟ في الاخر الميه حول الجنين قلت. فالدكتوره طلبت ان هي تولد قيصري. واتولدت في اخر يوم في التاسع، يعني في اخر الشهر التاسع. ما دخلتش حضانه؟ لا لا ما دخلتش حضانه، بس هي وزنها يعني قليل، مش بس هي كويسه، مش عيانه يعني. احنا لما رحنا للدكتور كتب لها على لبن وفيتامينات، قال هي 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 جسمها قليل، هي جسمها شكل جسمها صغير. بترضع طبيعي؟ وبترضع طبيعي، وخدت لبن لمده 2 شهر وبعد كده وقف. رفضته؟ لا هي ما رفضتوش. بس هو احنا اديناه لها لمده 2، وبعد كده هي بقت تاخد اللبن التاني العادي مخفوف يعني خفيف بالميه. عليه عسل. حاضر. هي بتاكل يعني مش افضل اكل، بتاكل كويس كمان. طب كويس. حاضر. بتروح لحد تاني من العيلة غير حضرتك ووالدتها؟ بتروح عند ستها وعند جدها ووالد مامتها، بتروح وبتروح وبتتشال عندي. وبتبقى مبسوطة جدا. طيب جدا هناك، طول ما هي هناك بتبقى مبسوطة، ولما بترجع هنا طبعا السلوك بيتغير تماما بقى، خلاص مش عايز حد يتحرك من حواليها بقى. لا يعني انا لاحظ تغير سلوكها لما بترجع. ما هي دي نقطة مهمة مرتبطة بالسلوك العام. هم هناك ما بيحطوهاش في الأرض خالص، أو ما بيسيبوهاش لوحديها ولا ثانية واحدة. دي غلطة كبيرة أنتوا بتقعوا فيها واعيين فيها دلوقتي وبتدفعوا ثمنها. إن الطفل بيتساب شوية، بيتساب، لازم يتساب، فهي اتعودت خلاص في 8 أشهر إنها بتعيط فبتتشال. لو قلنا لهم كده هناك يزعلوا. طبعا يزعلوا جدا. جدود بقى. جدود. طيب حاضر. هقول لحضرتك بعض التوجيهات، يعني بعض التوجيهات العامة اللي ممكن تكون مناسبة. حاضر. شكرا لاتصالك. طيب خلينا نتكلم على
سمة من سمات المربي، قبل ما نجاوب السؤال أستاذ محمد، سمة أما بنتكلم عليها بتؤلمنا، بتضايقنا احنا كأشخاص، بصراحة بتحسسنا بالضآلة، وكمان بتكشفنا قدام نفسنا. ومش بس كده، ده بعض أوقات بنحاول نبعدها عن دماغنا، وممكن نكابر فيها ونقول دايما ان احنا كبار، وساعات نبرر للاولاد والاطفال اصل بابا كبير، اللي هي مسألة كونك كمربي. الناس زمان كانوا بيفتكروا ان التربية بالكلام، يعني اما اقول لك خليك كويس الطفل هيستجيب هيبقى كويس، خليك هادي الطفل هيستجيب هيبقى هادي على طول، خليك عطاء الطفل بيدي على طول، خليك صادق يبقى صادق، امين يبقى امين. اكتشفنا حاجة غريبة، ان مش ده اللي بيأثر في الاطفال والاولاد، ومش ده اللي بيلاحظوا اطفالنا ولا اولادنا. في سن 12 13 14 اما يبتدي الولد كده يشب عن الطوق، يبتدي يكبر، يبقى عنده لسان، عنده شخصية، عنده قدرة على التمييز، ساعات يجي يصدمنا، انت بتعمل كذا وكذا وكذا من بابا بيعمل كده، بس بابا كبير، الغلط ما يعرفش صغير وكبير، اصل بابا ليه كذا وكذا وكذا واعذار، الغلط ملوش اعذار. فكرة انك تبقى مربي فكرة متعبة، لانها بتحتاج منا ان احنا نبقى قدوة، ودي سمة من السمات لازم يتميز بيها المربي، انه لازم يتربى الاول قبل ما يربي. بقول الكلام ده وانا بتهم نفسي وذاتي اول واحد وبوجه له الكلام، انا اول واحد زي ما بوجهه لحضراتكم، والامثلة كتيرة. اتفرج على التلفزيون، ده ابني ما شاء الله اول ما يجي اي حاجة كده مخلة معرفش ايه بيغير الريموت، وشوية الاقي بابا بيتفرج على الشيء اللي انا بغيره. بعض اوقات مطلوب مني ان انا ابقى صادق في ظل اسرة حادة الطباع، رد فعلها عنيف حبتين، نقادة، بتشعرني دايما بالذنب اما بغلط، بيحسسوني بخيبة الامل اما بغلط، فساعات اداري الغلط بتاعي فيقولوا انت كذاب. في الوقت اللي ماما ممكن تقول قولي للجارة ان انا مش موجودة، او في الوقت اللي ممكن بابا يكذب قدامي على عمه او خاله او صاحبه بحاجة قدام نظري، يا ولد ما تقولش الفاظ، لان الالفاظ ده شيء مش محبب ومش كويس والمفروض انك انت ما تعملوش. بابا بيقول الفاظ اما بيبقى متنرفز ومتعصب، ومش مبرر يا ماما انك تقولي له اصل كان متنرفز ومتعصب يا حبيبي، لان لزقت في دماغ الولد خلاص، لاني انا وانا صغير ما بتلتمش ليش العذر، لكن واحنا كبار بنلتمس اعذار.
بس بابا مشغول، بابا عليه ضغوط، بابا كذا، بابا كذا، بابا كذا. الطفل ما بيفهمش الكلام المتداخل ده، الطفل بيشوف وبيعاين. زي ما بيستشعر الطفل بالقهر يوم ما يرمي كوبايه ميه على الارض غصب عنه، في حين ان الضيف ممكن تقع منه الكوبايه، يبقى رد فعلي للضيف غير رد فعلي للطفل. الطفل ممكن وقع عليه عقاب، لكن الضيف خدت الشر وراحت، وبنبتسم وبنضحك وبنسعد وبنبقى مبسوطين. فكرة القدوة بقى، فكرة ان انا ابقى صاحب اخلاق، فكرة ان انا اعمل الحاجة اللي بقول لابني اعملها، العبوا مع بعض بهدوء. لكن صوت ماما وبابا بسم الله ما شاء الله اما بيشدوا مع بعض بيبقى جايب اخر الشارع. بابا ما بيتكلم في الشغل مع الموظفين صوته بيجيب اخر البيت. بابا ما بيتدخل ساعة ولحظة خلافنا مع بعض كاخوات بيتدخل بصوت عالي جهوري ومعترض على الصوت العالي اللي بينا بالصوت العالي، وده خطأ. هنا القدوة تخليني اقف محلك سر. ما ينفعش اقول لابني لا وانا بعمل. من الحاجات اللي تغيظ، اب بيشرب سجاير والنسب بتزيد، وابنه في سن 13 14 لما بيجرب السيجاره بيروح فرمه. تصدقوا ان في اولاد بيبقوا بداوا يشربوا فبيقولوا لبابا تعالى نبطل مع بعض، واذا كان ده غلط فهو غلط مشترك، الاباء يرفضوا والابناء ممكن يبطلوا. ومن هنا بقى خد كتير. الاقي الولد مشغول بالتاب او بالكمبيوتر بتاعه او بالتليفون 24 ساعة، في الوقت اللي بابا ما بيرجع بيقعد على الفيس فترة طويلة من الزمن، او يقعد على التلفزيون فترة طويلة من الزمن، ويطالب ابنه بانه لازم يقتصد في ده وهو ما بيقتصدش في ده. هو ده اللي انا قصدي عليه القدوة. وبالتالي عشان ابقى مربي مش عيب الاخطاء اللي انا وقعت فيها قبل كده وظهرت ان انا متناقض قدام ابني، لكن العيب ان احنا نسمع الكلام ده وبعد النهاردة نعمل عكسه. اولادنا ساعات ما بيبقوش مؤمنين بينا، ما بيقدروناش، شايفيننا في حجمنا مهما اتكلمنا، شايفيننا باخطائنا مهما جملنا. عشان كده انا نفسي يبقى اولادي زي ما اولادكم كمان يبقى نظرتهم لينا ان بابا حاجه مشرفه. المشرف مش هيبقى بعمله او بانجازه في العمل او في الحياه فحسب، لكن انجازه الحقيقي ان يبقى قدوه لاولاده ان كل حاجة بابا بيقولها لنا بينفذها. والكنا مش قدوة في حاجات كتيرة، في انفعالاتنا، في اسلوبنا، في عدم صبرنا، في عدم حلمنا، في عدم رأفتنا، في ردود افعالنا، في مشاغلنا، في انشغالنا، في مشاكلنا، في الحاجات دي كلها. عشان ده كله بيفقد الأولاد الإيمان بينا، حتى لو بنقول الكلام الصح، حتى لو بنقول لهم الصح السليم اللي المفروض يتمسكوا بيه. عشان كده نلاقي أولاد في سن 12 13 14 مطلعين عين اللي جابونا في الصلاة،
وهم من صغرهم بيصلوا، لان بابا وماما ما كانوش نموذج جيد مش في الصلاة يا فندم، وانتظامك في الصلاة في اخلاقياتك وقدوتك واسلوبك وطريقتك. الحديث له بقية، وهنتقابل يوم الاثنين ان شاء الله الجاي قبل الساعة بتوقيت القاهرة ان شاء الله نستكمل فيها الحديث. وفاكر موضوع استاذ محمد هنكمله الحلقة الجاية ان شاء الله ونتكلم فيه. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.